رفض التمييز العنصري كان أحد المبادئ التي طورها مسؤولو وسائل الإعلام اللبنانية عام 2013 بتوقيعهم على ميثاق الشرف الإعلامي لتعزيز السلم الأهلي، ولكن هل حقاً التزمت بما وقعت عليه؟ الإجابة جاءت في دراسة تمثيلات السوري والفلسطيني في التغطيات الإخبارية لمؤسسة مهارات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، مستندة إلى تحليل خطاب 31 مؤسسة إعلامية مشاركة من صحف وتلفزيونات وإذاعات ومواقع إلكترونية فيما يتعلق بتغطيتها لأخبار الفلسطينيين والسوريين في لبنان. الرصد تم بين 25 من شهر شباط. اللافت أن الملف الفلسطيني ما زال موضوعاً رئيسياً في الحياة السياسية والاجتماعية. التغطيات توزعت بين أخبار وتحقيقات وآراء. أما مجموع العينات المرصودة يتبين منها عدد التحقيقات القليل حول اللاجئين وزيادة نسبة التقارير الإخبارية بما لا يخدم تفادي العنصرية، بحيث طغت الأخبار الأمنية في معظم وسائل الإعلام. النبرة اختلفت حسب النوع التحريري. في الصحف طغت النبرة السلبية في التقارير الإخبارية وتراجعت في مقالات الرأي وانخفضت في التحقيقات الصحفية حيث كانت النبرة إيجابية. أما في التلفزيون فالنبرة كانت سلبية في التغطيات الأمنية ومواضيع الأعباء الناجمة عن واقع النزوح مثل منافسة اليد العاملة السورية لليد اللبنانية، بينما هي إيجابية في التغطيات الإنسانية والاجتماعية. في الإذاعات كثرت الأخبار الأمنية ذات النبرة السلبية، وفي التغطيات الخاصة في المواقع الإلكترونية المرصودة طغت التحقيقات ذات النبرة الإيجابية. فكلما تعمقت التغطية كلما أصبحت النبرة أكثر إيجابية، كما أن 43% من النبرة السلبية تعود لنشر تقارير إخبارية كما تصدر عن مصادرها الأمنية، بينما النبرة الإيجابية تطغى في التحقيقات وتتوازن النبرتين في مقالات الرأي. مصطلحات تعزز الخوف من العدد ومن طبيعة ومدة الوجود، اختيار مواضيع الساعة ومعظمها جرائم وعنف، وعناوين تكرس الصور النمطية، وتجاهل للمساهمات الإيجابية، كلها مضامين تربط الموضوع السوري إما بالرفض أي الخوف وإما بالقبول أي التعاطف.